مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي امين. الوصفه تاع اليوم هي وصفه ليميفين اللي يجوا سهلين وبنان سختو ويعني خفاف من الداخل بالبزاف. نعطيهم لكم ان شاء الله بمقادير مضبوطه، هكذا كل واحدة فيكم ان شاء الله تجربهم. هنا نسحقوا ربع حبات بيض، 150 غرام سكر اللي هي كاس موا ان دوا، كاس غير الصبع سكر، ولا بالمغرفه 10 مغارف كبار، ربع حبات بيض 10 مغارف كبار سكر، ولا 150 غرام سكر، ولا كاس موا ان دوا تاع سكر، وان ساشي دو سكر فاني، ولا مغرفه صغيره تاع سكر فاني اللي كان عندكم ليكيد. ونسحقوا بعد ما نحركوه مليح، نسحقوا الزيت. هنا الزيت عندي 180 ملي تاع الزيت اللي هي كاس موا ان دوا كيف كيف تاع الزيت، ولا بالمغرفه حوالي 12 مغرفه كبيره الزيت. وهنا ذوبت الزبده اللي انا نزيد لها الزبده، تحبوا يعني في بلاصه الزبده تزيدوا كامل الزيت اللي هي 80 غرام زبده. 80 غرام هي تجيكم سواء شويه اكثر من ربع تاع الكاس زبده دايبه، ولا اونتر 6 اي 8 كويير ا سوب تاع زبده، بين 6 و 8 مغارف تاع زبده دايبه. الزبده تزيد لها ذوق وخفه وبنه. فوالا انا جو بريفير نزيد شويه زبده اللي هي 80 غرام. وهنا وجدت لا فارين بعد ما حركت هذوك لي ليكيد ابار درتهم. هنا عندي 250 غرام فارينه اللي هي حوالي زوج كيسان كبار تاع لا فارين، ندير لهم زوج مغارف صغار تاع لا ليفور شيميك وقبصه ملح. نحرك يعني هذو لا فارين وحدها ونبدا نزيدها لا بريباراسيون الاولى، ونزيدها اون بليزيور ايتاب يعني اون 3 اون 4 ايتاب، نزيد بشويه ونحرك، نزيد بشويه ونحرك. هنا بعد ما نكملوا لاباط تشوفوها مع الاخر تجي شويه ايباس يعني شويه ثقيله، ما تخافوهاش، سي نورمال باسكو الزبده بعد ما تبرد تشد روحها، مي في الطياب تولي نورمال. هنا بعد ما وجدت لي لاباط بيان سور نستعمل هنا لي كيسات انا اون سيليكون، جوست وحده فيهم راهي بيضه هذيك اون بابي باسكو تقطعت لي وحده فيهم وليدي قطعها لي، سي با غاف، مي مو جيم بيان هاد لي كيسات باسكو سي ريوتيليزابل و سي ايكونوميك و يكوت با شير. كنت شريتهم دزاير واقيلا 20000، يتباعوا يعني بارتو ماشي غير في دزاير. ولا هنا كل كيسات نعمر فيها زوج مغارف كبار دو كويير ا سوب. شعلت الفوغ ديالي اون اتوندون اني نعمر لي كيسات، بيان سور شعلتو على 180 درجه، ندخلهم يطيبوا مده 25 دقيقه. قبل ما ندخلهم حنزينهم بلي زامون دي فيلي، تقدروا تزينوهم باي حاجه من الفوق، شويه سكر ولا شويه كاوكاو ولا شويه بيبيت دو شوكولا، ولا تخلوهم هكذاك ناتور. انا ندخلهم يطيبوا ومن بعد ان شاء الله نتلقى. Be like.
وهنا بقات لي لاباط بيان سور نروح نجيب دي كيسات تري سامبل ونزيد نعمر فيهم ونديرهم في الفوغ يطيبوا. هاد لا كونتيتي يعني لي زانغريديون تقدروا تنقصوها كما تقدروا تدوبليوها. لا حبيتوا ديروا دي ميفين جوست صغار يعني تقدروا ديروا النص تاع الكميه. هادو هما لي ميفين بعد ما جات 25 دقيقة راهم واجدين معنا وجات ريحتهم يعني طالعة ما شاء الله ويجو فريمون بنان هاد لي ميفين. جيسبر فريمون تجربوهم ولا غوسيت تجيكم يعني نكون فهمتكم وتجيكم سهلة يعني ما تعزوش عليها هكذا بوغ لو غوتي ولا بوغ الماتان. هنا نحيتهم من البلاطو باش يبردو ومن بعد نديمو ليهم معكم. بعد ما بردوا لي ميفين راني نحي فيهم لي كيسات نحوهم برك بالعقل ويجوا فريمون خفاف وبنان وريحتهم يعني طالعه شهي في الدار شهيتكم في الجنه ان شاء الله. جيسبر كل وحده فيكم ان شاء الله يعني جربهم ويولوا معتمدين عندها كيما انا معتمدين عندي باسكو اون غوسيت فريمون ريوسيت. ولي ما حبش تستعمل زبده كيما قلت لكم تستغنى عليها ودير غير الزيت يعني لا كونتيتي تاع الزبده هذه 80 غرام تزيدها 80 ملي تاع الزيت. فوالا هذه هي يعني تخرج لا كونتيتي ما شاء الله. ان شاء الله نكون خفيفه وظريفه عليكم ان شاء الله يعني هدرت شويه بزياده باسكو هكذا باش كل وحده فيكم تفهمني. وجيسبر تعجبكم لا فيديو تاع اليوم محتوى الفيديو ولا عجبكم ما تنساوش دعموني بجيم والاشتراك هكذا يوصلكم كل جديد. خليتكم في امان الله لا فيديو بروشين. السلام عليكم.